صباح الخير، كيفك؟ الحمد لله. كيف صحة؟ الحمد لله. هودي العمو منصور توصاية. لسه دقيت بدان ما هن من قلعة العطاء بس وصونا انه نوصل له الوجبة. صحتين وعيشة، ماشي حاله؟ مرتاح؟ صحته منيحة؟ الحمد لله. سلمي لنا عليه كثير. سلمي سلمي. يلا بخاطر. سلم دقيتي. سلمي لنا عليه. اجمالا بيترك لي الشباك مفتوح. مش لمضايقك ان الله يرضى عنك ويوفقك. وفيها فوائد كثير، وفيها بيقولوا انه العدس كثير منيح ونافع، ونحن بنحب انه يكون ياكلوا شيء نافع الاختياريه اللي عندنا. وبنطلع الف صحتين وعافيه. وهذه مجدره برز؟ مش ببرغل، برز عبارة عن ملفوف والبندورة والبصل مع حامض كمان مع المجدرة وخل غرشك المفروض يكون وخل غرشك ألف عافية للي بده إياه وإن شاء الله بكونوا عافية على قلبه. أنا بطلع بوزع لأهل بعقلين ببقعاتا أوكي جيراني وثلاث حصص أوكي بس أنا لأنه ساكنة ببقعاتا مستلمة أهل بعقلين اللي ببقعاتا يعطيك العافية ثانك يو عندي حي معين طيب أنت وين رح توزعي؟ هلا عندي وقت وزيع كثير بأحيا كثير بمحلة صبحة الوطن بحارة الوطن تقريبا كم حصة معك؟ معي 24 حصة 24 حصة يعطيك العافية مها ثانك يو اوكي زينة وين رح توزعي كم؟ الله يعافيك رح وزع 12 حصة اوكي عند ايفات لغصينة هي هي بترجع بتوزع يعطيك العافية الله يعافيك ويعطيك العافية انت كمان ثانك يو الله يحفظك ثانك يو باي شو حبيبي كم حصة معك وين رح توزع؟ معي 22 حصة رايح وزع ببعقلين ايه عندي 22 شخص في شي 12 شخص منهم أرامي اوكي والباقيين عيال كبار بالعمر في شي عندهم أولاد صغار وشو أكثر الحصة شو فيها؟ اللي عم توزع حصة فيها جبنة فيها طون فيها خيار وبندورة وحامض وخبز يعطيكم العافية الله يعطيك طبك بخير كيف منيحة صباحك حياتي طول بعمرك طول بعمرك بدك شيء يا حبيبي ضلك صحتك من القلعة بدك شيء عايز شيء لا يا حياتي ما معي غراض بدي وزعهم يلا بنشوفك حياتي باي طولش لا يا حياتي لا طلع عليك عوافي مرحبتين كيفك؟ انت منيح؟ يا الله طب قل لي انت كل قد ايه بتقص شعرك؟ كل قد ايه بتقص شعرك؟ حتغير الكاميرا ايه هلا بدنا نعطيك هالكارت واتركه بس ما بيجي لعندك انا تذكرتك انت يمكن ما عرفتنيش لاني حاطه مغطيه وجهي انا بنت مالك تقي الدين صحتك منيحه عمو نجيب عوافي صباحو تغديت؟ حرام ما تجي نحن من فوق يعطيك العافيه حبل مشدره؟